سلط موقع الجزيرة النت الضوء على تصريحات نبيل خوري نائب رئيس البعثة الأمريكية في اليمن سابقا، حيث قال إن قرار إدارة جو بايدن تجميد صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات وذخائر للسعودية يهدف إلى تحقيق 3 أهداف هي اليمن وإيران وحقوق الإنسان. خوري أشار إلى وجود مراجعة شاملة للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، خصوصا فيما يتعلق ببيع الأسلحة كما ونوعا في ظل استمرار الحرب في اليمن. أما الباحث لقاء مكي فيرى أن الأخطر في التصريحات الأمريكية الأخيرة ليس بمراجعة قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية فقط، وإنما باتهام السعودية بالمسؤولية الأولى عن المعاناة الإنسانية لليمنيين.